نستمع الآن إلى كلمة السيد. الهدف من هذا الدوري طبعا هو زرع روح التجانس والألفة والمحبة بين الأجهزة الشرطية بمنطقة الغربية بصفة عامة. الخطة المستقبلية لإقامة مثل هذه التظاهرات الرياضية، عندنا طبعا تظاهر رياضية تقام في مؤسسة إصلاح وتهيئة الأعمار للزراعة بصفة عامة، المؤسسات التابعة لفرع جهاز الشرطة القضائية الزاوية. الهدف من هذه التظاهرات طبعا هي زرع المحبة والألفة بين النزلاء والشرطة كي النزيل يخرج من جو الجدران والعزل وكذا إلى يعود إلى حضن المجتمع من جديد